هي هات من الذلة ترفعها أمة محتلة. الفلسطينيون ونطالبهم في الحقيقة بأن يكونوا حسينيين وأن يرفعوا شعار الإمام الحسين، مو صدام حسين. صدام حسين لم يكن فارس العرب، فصدام حسين برذون العرب هم ما كان، خشب كان، حصان ما كان. إذا رجعوا إلى الإمام الحسين وشعارات الإمام الحسين ومبادئ الإمام الحسين خلي يطمئنوا أنهم ينتصرون. هكذا فعل اللبنانيون، وبالشعار واحد من شعارات الإمام الحسين استطاعوا أن يكونوا أعزاء وكرماء ومهابين وأصحاب حق يأخذونه من أصحاب الباطل، وحرروا جنوب لبنان.